وبجانب الانسحاب، فإعلان فنلندا والسويد رسميا الانضمام إلى الناتو يفتح الباب لعدة سيناريوهات قد يتخذها الكريملين. لكن ما هي سيناريوهات الرد الروسي على هذا الطلب الرسمي؟ رسميا روسيا قالت إن ردها سيكون مفاجئا لو تم تهديد أمنها، لكن بغير الرسمي صحيفة سيفينسكا داغبلات السويدية أوضحت أن هناك عدة سيناريوهات، أولها أن تذهب روسيا لورقة النووي بشكل أكبر من الفترة الماضية. إذن بحسب الصحيفة السويدية سيفينسكا داغبلات، هناك عدد من السيناريوهات كما ذكرنا، أولها أن تذهب روسيا للتلويح بشكل أكبر من ذي قبل بورقة السلاح النووي. هذا الأمر سيأتي لأن موسكو ستعتبر الانضمام خطوة تزعزع الاستقرار، وأن الدولتين لا تسعيان إلى إقرار السلام. هذا الأمر قد ينعكس بصورة سلبية عليها ويزيد من إصرار فنلندا والسويد من أجل حماية أسلحتهما النووية والانضمام إلى حلف الناتو. أما في السيناريو الثاني، قد يلجأ الكريملين إلى تحريك قوته السيبرانية وشن هجمات إلكترونية ضد البنية الحيوية في كل من فنلندا والسويد طيلة الفترة بين تقديم الطلب وحتى الموافقة عليه. الخيار الثالث الذي قد تلجأ له روسيا هو الرد العسكري، وهو سيناريو غير مرجح كون الروس منشغلون في حربهم في أوكرانيا. لكن المرجح أن تقوم موسكو بتنفيذ هجمة محدودة كهجوم صاروخي لا يتطلب موارد عسكرية كبيرة. تحسبا لذلك، عززت فنلندا مخزوناتها الاستراتيجية من الإمدادات لتلبي احتياجات فترة لا تقل عن 6 شهور وفق فاينانشال تايمز، وعملت على تأمين مخزون يكفي من 3 إلى 10 أشهر من جميع الأدوية المستوردة. وبذلت الدولة الإسكندنافية التي تملك أكبر حدود مع روسيا جهودا لتعزيز قوة جيشها، حيث وضعت ثلث سكانها البالغين ضمن الجيش الاحتياطي، وتقدمت بطلب لشراء 64 طائرة من طراز F-35 من شركة لوكهيد مارتن بتكلفة تزيد عن 9 مليارات دولار. وأنشأت فنلندا أكثر من 500 مأوى تحت الأرض منحوتة في الأساس الصخري للعاصمة هلسنكي، وهي قادرة على استيعاب 900,000 شخص وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية. هذا عن فنلندا. أما فيما يتعلق بالسويد، فقد أكد حلف شمال الأطلسي أنه خلال الفترة الانتقالية هناك التزام قوي للغاية من جانبه ليكون قادرا على ضمان أمن هذا البلد الإسكندنافي. أما السويد فقد قررت إذن زيادة سرعة تطوير دفاعاتها. Efter den 24 februari så har vi i bred enighet höjt takten på utbyggnaden av Sveriges försvar, och vi kommer fortsätta tills vi når 2% av BNP. Det stärker Sveriges säkerhet nu och i framtiden. أما السيناريو الأخير الذي ذهبت إليه صحيفة ذا هيل الأمريكية وهو الأكثر قسوة، هو أن تكون أوديسا ومولدوفا وربما جورجيا في مرمى النيران الروسية.